يعيش مرضى مستشفى نالوت المركزي معاناة يومية جراء قلة الإمكانات في ظل تزايد عدد الحالات التي يستقبلها والتي تتجاوز القدرة التشغيلية له. وبحسب القائمين على قسم العلاج الطبيعي في المستشفى، فإن القسم يشكو نقصا في الكادر التشغيلي، إضافة إلى غلاء تكلفة الأدوية وغياب التجهيزات الصحية اللازمة. هذا ويقدر عدد المرضى الذين يترددون على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى نالوت المركزي أكثر من 35 مريضا يوميا من مدينة نالوت والمدن المجاورة. لغاية المدة هذه ما فيش صيانة القسم، يعني بعض الصيانات البسيطة هذه يعني ما تعتبر صيانة كاملة للقسم، يعني تعتبر صيانة جزئية نتيجة أن الأعطال اللي تحدث لازم تدير لها صيانة، ما تقدرش توقفها. والمعدات يعتبر المعدات نتاعنا يعتبر المعدات من 2002، أغلبية المعدات نتاعنا 2002، يعني ما عندناش تجديد في المعدات جديدة. ودرنا طلبيات جديدة لكن نتيجة الوضع الحالي ما فيش لا شيء يذكر. يعني العاملين داخل القسم اللي هو في العلاج الطبيعي اللي هي عدد تقريبا يعتبر ناقص جدا، اللي هو 9 أشخاص فقط، اللي منهم رئيس القسم والثلاثة فنيين ودكتورة وزوز ممرضة. ما هي فيه حواض، عندها موجودات حواض، لكن من يشتغل فيه مش موجود، دكاترة ما فيش. هو موجود حاضر في يعني في مستشفى وكل شيء موجود، لكن اللي بيشتغل عليه مهناش. ماذا بيه توفرون الدكاترة إن علاش وعندها خبرة في المجال هذا على الأقل باش نديروا حمامات وتابل فلوس مش مشكلة. وقلت العلاج اللي تلقاه أنت تتعب عليه على الخاطر ما تلقاهش، تتعب هيك وتروح مرات وتلقاه الحاجة مش متوفرة بكل تو، زي التحاليل وزي الأمور الثانية في المستشفى مهناش، تلقاه كل حاجة خارجية وحاجة خارجية تبقى السيولة. حتى تو يعني بالتعامل الثاني متاع الشيك ما تلقاش، حتى تلقاه بتلقى عنده فيها زيادة.